رئيس الدولة يصدر قانونا بتأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة لتطوير المناطق البرية والبحرية في أبو ظبي. هيان بن مبارك يفتتح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الجامعي في جامعة الشارقة. وزارة البيئة تطلق مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز أمن وسلامة الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرز المستجدات على الساحة المحلية نقدمها لحضراتكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، وندعوكم الآن لمتابعة التفاصيل. بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه قانونا بتأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة. ونص القانون على أن تكون الشركة مملوكة لكل من شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك بنسبة 60% وشركة سي إن بي سي انترناشونال هونغ كونغ ليميتد بنسبة 40%. والغرض من إنشاء الشركة هو القيام بتطوير المناطق البرية والبحرية في إمارة أبو ظبي والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول، كالمسح والاستكشاف والتقييم والحفر وصيانة الآبار حسب ما يتطلب لاستخراج النفط الخام من المكامن، وبناء وتشغيل وصيانة كافة المرافق اللازمة لإنتاج وتحويل ومعالجة وقياس وتخزين ونقل وتسليم النفط الخام من آبار الإنتاج إلى نقاط التسليم، بالإضافة إلى تسويق النفط الخام أو تصديره إلى الخارج. أيضا أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي مرسوما أميريا بمنح معالي محمد خلفان مطر رميثي نائب القائد العام لشرطة أبو ظبي رتبة لواء. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم في مكتبه في الديوان الأميري، استقبل سعادة باتريك هينيسي سفير أيرلندا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير متمنيا له التوفيق في خدمة علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين. في أم القيوين استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، استقبل وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين في الديوان الأميري اليوم معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الذي قدم للسلام على سموه. حضر اللقاء عدد من الشيوخ والمسؤولين. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الإمارات للمسرح الجامعي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جمعية المسرحيين. بمشاركة 7 فرق جامعية ستقدم 10 عروض مسرحية من مختلف جامعات الدولة، انطلقت من خشبة مسرح جامعة الشارقة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الإمارات للمسرح الجامعي. وبدأ حفل الافتتاح بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أكد فيها أن الوزارة ملتزمة تماما بإعداد وتنفيذ كافة خطط العمل التي تشجع وتحفز على وجود حركة مسرحية ناجحة في الدولة. الحمد لله، يعني يمكن لمسنا التطور من دورة إلى دورة والحمد لله رب العالمين، لما توج هذا المهرجان بتسعة عروض مشاركة من جامعات مختلفة بين الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. كل منهم يظهر إبداعاته وكل منهم يهدف إلى أن يتميز على الآخر من خلال ما يظهره وما يبدعه من أداء على خشبة المسرح. جائزة الشخصية المكرمة لمهرجان الإمارات للمسرح الجامعي منحت للسيد سالم القصير نائب مدير جامعة الأمريكية في الشارقة للشؤون العامة، كونه ساهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية في الجامعات، كما تم تكريم القائمين على هذا العمل.
مسرحية مطب إعلاني كانت العرض الافتتاحي الأول للمهرجان، قدمها طلاب جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، حاولوا من خلالها تسليط الضوء على تأثير الإعلان التلفزيوني عبر ثلاث شخصيات: الأول يأسره الإعلان ويسيطر عليه، والثاني يعتقد أن الإعلانات ما هي إلا أكذوبة كبرى في هذا العصر، والثالث لا يستطيع تحديد موقفه من الإعلانات. مهرجان الجامعي اعتبره هو الذي أظهر إبراهيم القحومي على الساحة الفنية، وهو اللي خلانا نشارك في مهرجان أيام الشارقة المسرحية ومهرجان الطفل. الحمد لله هذا المهرجان له دور كبير علي. هذا المهرجان من أكبر المهرجانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن طلع ناس وأنا واحد منهم اشتركت في الدورة الأولى وحاليا أمثل تلفزيوني. هذا كله من وراء المهرجان الجامعي. الحمد لله على هاي الفرصة، والسنة داش فرصة الإخراج، وإن شاء الله بعد أحقق فيها نجاح آخر. هذا ويسعى مهرجان الإمارات للمسرح الجامعية لاكتشاف المواهب المسرحية الجامعية الشابة ورفض ساحة المسرحية بقاعدة جماهيرية تنطلق من الجامعة بجيل شاب مبدع قادر على إكمال مسيرة المسرح الإماراتي. مهرجان الإمارات للمسرح الجامعي في دوراته الثالثة مستمر حتى الثاني من مايو بعروض يقدمها شباب وجدوا من خشبة المسرح ملاذ ليكونوا فاعلين في المجتمع. من جامعة الشارقة لأخبار الدار سماح الشيخ. اعتمد معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم اليوم قرارا وزاريا بنقل نور المري من مديرة إدارة التربية الخاصة في الوزارة للعمل مديرة لمنطقة الشارقة التعليمية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وتعد نور المري من الخبرات والعناصر المواطنة المميزة، حيث عملت في وظيفة مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم منذ عام 2008 وحتى يوم أمس، كما أنها عضو مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم، وسبق لها أن تولت مهام مدير مركز التدخل المبكر في الشارقة إضافة إلى غيرها من المهام. في الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم في ديوان وزارة العمل في أبوظبي، استعرض معالي صقر غباش وزير العمل واقع سوق العمل والمكتسبات التي تحققت بموجب الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام من 2011 إلى العام 2013 لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعد المواطن محوره وفق ما عبرت عنه رؤية الإمارات 2021. وأشار معاليه إلى أن عدد العمالة إلى نهاية العام الماضي بلغت نحو 4,027,000 عامل، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية العام ذاته أكثر من 297,000 منشأة على مستوى الدولة. وتطرق معالي وزير العمل إلى أن نظام حماية الأجور بلغ إجمالي عدد العمال الذين يشمل أجورهم عبر النظام أكثر من 3,213,000 من إجمالي العمال المسجلين لدى الوزارة مع نهاية العام 2013، بينما تبلغ نسبة المنشآت المشتركة في النظام نحو 84%. وأعلن وزير العمل إحالة 2,028 منشأة إلى النيابة خلال السنوات الثلاث لمخالفتها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له. ومن الإحاطة الإعلامية لوزارة العمل إلى الإحاطة الإعلامية الثالثة لمواصلات الإمارات التي أعلنت عن إطلاق خطتها الاستثمارية للأعوام من 2014 إلى العام 2016. وتحدث سعادة محمد عبد الله الجرمن مدير عام المؤسسة عن أهم ملامح الخطة التي تهدف لتعزيز الحصة السوقية ومواصلة تطوير الخدمات الحالية وتوسيع قاعدة المتعاملين والتركيز على 5 فرص استثمارية جديدة في قطاعات النقل والتأجير والخدمات الفنية واللوجستية. وأشار الجرمن إلى أن إجمالي إيرادات المؤسسة لعام 2013 بلغت 1.5 مليار درهم نتيجة محافظة المؤسسة على تحقيق متوسط نمو في الإيرادات خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 18% سنويا، كما أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية للمبادرات التي شملتها السنة الأولى للخطة الاستثمارية بلغت 1.4 مليار درهم. على الصعيد البيئي، نظمت وزارة البيئة والمياه مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي في دبي، والذي تعقد أعماله على مدى يومين. بمشاركة أكثر من 120 شخصية من داخل الدولة وخبراء من منظمات دولية،
كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، انطلقت أعمال مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي. المؤتمر بما يخص الأمن البيولوجي هو الأول على مستوى الدولة، ويأتي لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي اللي هي تم اعتمادها في 2013 كمنصة رئيسية للتعريف بالاستراتيجية هذه ودعم الجهود الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية. ويعد المؤتمر منصة رئيسية هامة خاصة مع ما تضمه أجندة أعماله، حيث يتطرق الخبراء من خلالها إلى أهمية القضايا والتحديات الراهنة المتعلقة بالأمن البيولوجي، وهو ما يعد فرصة هامة للمشاركين لتبادل أفضل الخبرات والمعارف في هذا المجال ودعم الاستراتيجية الوطنية الإماراتية التي ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي الحد من خطر العوامل البيولوجية الطبيعية أو البشرية المتعمدة أو غير المتعمدة، وبناء قدرات الكشف عن وجود المخاطر البيولوجية وقدرات التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية بمختلف أنواعها، إضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتأهب والاستجابة كونها تلعب دورا محوريا في منع المخاطر والسيطرة عليها والحد من تأثيراتها السلبية عند وقوعها. كما ستحفل أجندة فعاليات المؤتمر في اليوم الثاني بالتركيز على أهمية المجتمع العلمي، مسلطة الضوء على أهمية البحوث في السلامة البيولوجية وآلية تنظيمها. لإعداد جيل جديد من رواد الأعمال المؤهلين والمدربين في الشارقة، وقع سعادة الدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة وقع مذكرتي تعاون وتفاهم اليوم الأولى مع سعادة عبد الله سلطان محمد العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والثانية مع المستشار أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم، وتتعلق الاتفاقية الأولى بالعمل المشترك لتدريب طلبة كليات الشارقة وخريجيها الجدد عن طريق تنظيم الأنشطة المتخصصة في مجالات الاستثمار والتطوير والموارد البشرية والموارد القانونية والإدارية. أما الاتفاقية الثانية فتنص على تنظيم الأنشطة التدريبية المشتركة مثل الدورات التدريبية والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات في المجالات القانونية ومجال التحكيم بصورة خاصة. الحقيقة الاتفاقية الأولى طبعا اتفاقية شاملة للتعاون بيننا وبين غرفة التجارة وصناعة الشارقة لتوفير ورش عمل وفرص تدريبية لطلابنا وطالباتنا في كليات التقنية في الشارقة، وطبعا هذه فرصة مهمة، وخصوصا ان احنا شعارنا في كليات التقنية التعلم الممارسة، والتعلم الممارسة يحتتم علينا ان احنا نتواصل مع المؤسسات اللي في الدولة اللي نحاول من خلال هالتواصل ان نوفر تدريب عملي ميداني لطلاب وطالبات كليات التقنية. الغرفة خلال هذه السنوية يعني سوف تستقبل يعني ما بين 150 إلى 250 سنويا لهذا التخصص، ويعني إطلاع ماذا يجري في القطاع الخاص في قضية التحكيم التجاري. أخبار الدار ما زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. 13 خطاطة من الإمارات تستعرضن إبداعاتهن في معرض فني ضمن ملتقى الشارقة للخط. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، فأهلا ومرحبا بكم. حفاظا على سلامة المستهلكين، قررت وزارة الصحة مؤخرا سحب منتج نيكوتين النعناع الذي يستخدم كبديل من بدائل النيكوتين من صيدليات الدولة لعدم مطابقته للمواصفات الدوائية. التفاصيل في سياق هذا التقرير. مع الانتشار الواسع في الآونة الأخيرة لمنتجات التبغ، يلجأ البعض للإقلاع عن التدخين باستخدام بدائل النيكوتين المتوفرة على شكل أقراص طبية وملصقات أو حتى علكة تمضغ، حيث قامت بعض شركات الأدوية بإنتاج نوع من أنواع النيكوتين المعروف بنيكوتين النعناع، إلا أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بسحب هذا المنتج من الصيدليات بعد أن تم فحصه، حيث رأت عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة.
بالنسبة للنيكوتين 4 ميلي جرام منت، بالنسبة لقرار السحب طبعا لو المنتج وزارة الصحة شايف ان المنتج مش مطابق للمواصفات هم أضرب الموضوع، فأكيد طبعا احنا موافقين مع قرار السحب المنتج دوت من السوق. بشكل عام هو بيعمل على ريسبتور بالدماغ اسمه نيكوتينيل، تمام. هذا لما يدخل المادة هذه لداخل الدماغ تعمل تهدئة للأعصاب، فهو يعتبر أفضل من التدخين، لأن التدخين فيه مواد ضارة خاصة حرق القطران، مادة القطران هي بسبب السرطانات في الجسم. في بعض الزبائن بيسألون عليه شخصيا، وإحنا برضو أوقات بنعمل بوشين له للنيكوتين 4 ملي، وفي زبائن معينة في بعض الزبائن بياخدوه باستمرار، يعني يجي مثلا بيحضر يشتري مثلا يطلب 10 علب، فالمعدل عندي في الشهر ما يقلش عن 40-50 علبة في الشهر. إضافة بعض الأعشاب والنباتات والنكهات الطبيعية قد يجعل المستهلكين يعتقدون أن هذه المواد الضارة قد تحولت إلى مواد صحية، وأن باستطاعتهم استخدامها بشكل آمن. والحقيقة أن خلط هذه المواد مع بعضها البعض يجعل تركيبتها أكثر خطورة على صحة المستهلكين. والله بالنسبة للقرار يعني أنه سحب هذا الدواء بالذات يعني ممكن يكون فيه تأثير سلبي على حالة الإنسان، وإن شاء الله نفكر أكيد أنه قرار صحيح يعني، فحاول إن شاء الله أن نبطله نهائيا يعني. والله النيكوتين أساسا يعني اللي يدخن لا يمكن أن يروح على النيكوتين أو يجرب البدائل، والنيكوتين هذا اللي جاي من برا ما تعرف عنه نتيجته إيش يعني، هل هو ضار، هل في دائما يستخدمون شغله وبعدين تطلع ان فيها مضار، والله اكتشفنا ان فيها مضار، فما تعرف عنها شيء بالضبط يعني. بهدف مراقبه هذه المنتجات حرصا على سلامه المستهلكين ومنع المنتجات غير المطابقه للمواصفات الدوائيه، تقوم وزاره الصحه بالمتابعه الدائمه ومراقبه المعايير والمواصفات الدوائيه، كما تحذر الصيدليات وشركات الادويه من صرف المنتجات غير المطابقه للمواصفات، وذلك حفاظا على الصحة العامة. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص. دكتور مساء الخير. مساء النور، هلا وسهلا، يا مرحبا. دكتور لو تحدثنا بتفاصيل أكثر حول أسباب سحب هذا المنتج من الصيدليات. بارك الله فيك. طبعا استلمنا إشعار من قبل الشركة المصنعة وهي GSK بأن خلال إنتاج تشغيلة أخيرة لهذا المنتج وهو نيكوتين من اكتشف أن هذا المنتج أصبح في نوع من التغير في أحجام الأطراف، وهذا التغير لا تتوافق مع المواصفات الفيزيائية للمنتج من حيث الصلابة والسماكة أو الوزن، فقررت الشركة بوقف هذه التشغيلات التي لم تخرج من المصنع، وأبلغت جميع دول العالم من خلال الهيئات العالمية المعنية بالدواء، واحتياطيا ومن منطلق حرص الشركة أبلغت الدول بأهمية سحب المنتجات الأخرى اللي وإن كانت هذه المنتجات الموجودة بالأسواق لا تضر بالمستهلك، ولكن انطلاقا من حرص الشركة قررت بسحب جميع المنتجات من على مستوى دول العالم، وكانت الإمارات من أوائل الدول التي أصدرت هذا التعميم من خلال اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية. نعم دكتور، ماذا عن إجراءات المتابعة والتفتيش على الصيدليات؟ نحن لدينا مفتشين أصحاب الضبط القضائي الذين يقومون بزيارة الصيدليات على مستوى الدولة بشكل اعتيادي وعشوائي كذلك، ويقومون بمراقبة هذه المسألة، ليس فقط هذا المنتج وإنما جميع المنتجات والممارسات الخاصة بالصيدلة بشكل عام، وكذلك الشركة المصنعة بالتنسيق مع الوكيل المعتمد في الإمارات فهي المعنية والمسؤولة بالمراقبة وسحب هذه المنتجات من جميع الصيدليات الخاصة بالدولة والتي عددها قرابة 2800 صيدلية خاصة تعمل على مستوى دول الإمارات العربية المتحدة. نعم، طيب مدى تعاون 2800 صيدلية مع الوزارة فيما يتعلق بهذه أو هذا النوع من المشاكل دكتور؟ طال عمرك نحن فخورين بأن هنالك التزام كبير من قبل الصيدليات الخاصة بالدولة بنسبة لا تقل عن 95% إلى 98%، وبالتحديد صيدليات أو مجموعة الصيدليات المتميزة
ولكن قد تكون بعض الصيدليات الصغيرة في الأماكن البعيدة لا تصلها المعلومة بحكم أنها لا تتعامل من خلال الإنترنت أو الفاكس، ولكن نحن نضمن من خلال المناطق الطبيبة أنها تصل إلى هذه الصيدليات، ولم حقيقة نفاجئ بأي نوع من المخالفات تذكر. ولكن أحب أن أذكر بأن هناك يعني تعاون تام، وهذا لصالح الصيدلية ولصالح المستهلك بشكل أساسي. شكرا للدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص. ونعود إلى دبي، حيث تتواصل أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر حتى الأربعاء القادم، بهدف تشكيل منصة للارتقاء وتبادل الآراء بين المعنيين بقطاع النقل ومزودي الخدمات والمصنعين والهيئات المشغلة بقطاع المواصلات العامة. مع النمو المتسارع في مجال المواصلات بالمنطقة، احتضنت دبي مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014 لمناقشة تحديات قطاع المواصلات وبحث آخر المستجدات فيه للعمل على تطويره بمشاركة عدد كبير من المختصين من 25 دولة. تجمع هذا الكم من الأشخاص المعنيين بوسائل النقل العام سواء مترو أو قطار أو ريل طبعا إضافة إلى المجتمع وإضافة إلى حلول المجتمع التي ستتقدم إن شاء الله، وكل دولة تستفيد بما يتناسب وخلنا نقول عاداتها وتقاليدها بالأنظمة المعروضة بما يخدم المجتمع أجمع. على هامش مؤتمر النقل يقام معرض مصاحب بمشاركة أكثر من 66 عارضا يمثلون 16 دولة، حيث يضم المعرض آخر ما توصلت إليه شركات النقل والمواصلات بمختلف النواحي الفنية والأمنية بالإضافة لجانب السلامة. كما يتميز المعرض بالمشاركات المحلية والتي من بينها هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة. أكيد استثمارنا هنا بتواجدنا في هذا المعرض والمؤتمر للالتقاء بالشركاء الاستراتيجيين، الالتقاء بمنتجين وسائل المواصلات بمختلف أنواعها، للاطلاع لما كل هو جديد لرفع جودة الخدمة لتقدمها الهيئة للركاب ومستخدمين النقل بشكل عام. مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل يعد منبرا مثاليا لتعزيز المعرفة والخبرات ورفع مستوى الوعي لخيارات النقل بالمنطقة لتساهم في تجديد حيوية المجتمعات والحد من الازدحام وتوفير الخدمات للأفراد. أما الآن فمع هاجر الحراق وفقرة التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة. مساء الخير. مساء النور، شكرا. مشاهدينا الكرام، جولة سريعة حول أبرز المشاركات المحلية في وسائل التواصل الاجتماعي نقدمها لحضراتكم بعد لحظات. أهلا بكم، نبدأ جولتنا من تويتر وتغريدة من وكالة أنباء الإمارات وام، وفيها تخطيط الشارقة تتابع سير العمل في مشروع البيانات ثلاثية الأبعاد لمدن إمارة الشارقة. تغريدة أخرى من حساب شرطة دبي وفيها لا تستخدموا العمالة المخالفة لقانون الجنسية والإقامة على غير كفالتكم في العمل كخدم في منازلكم. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ومن حساب صحيفة الإمارات اليوم اخترنا لكم صورة جاء فيها سوق العمل ستضم مليون مواطن بحلول 2030 وهناك 6 وظائف يحويها دليل الوظائف، منها الهندسة، تكنولوجيا والصناعة التحويلية، قطاع التجارة والإعلام، السفر والسياحة، تكنولوجيا العلوم الصحية والخدمات العامة. تحت شعار شركاء في بناء مستقبل متميز. والآن إلى صورة أخرى من حساب بلدية مدينة الشارقة وفيها نظمت بلدية مدينة الشارقة ورشة عمل عن إطفاء الحريق وإخلاء المباني في المبنى الرئيسي لتدريب الموظفين وتزويدهم بمهارات إدارة الأزمات والكوارث قبل حدوثها. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة نقلا عن صحيفة المدينة السعودية وفيها مفتي المملكة يحرم قطع إشارة المرور عمدا معتبرا أن من تجاوزها وتسبب في قتل أحد يعتبر قاتلا شبه متعمد.
مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل ما لدينا لفقرة اليوم، والآن عودة للزميل علي لنتابع بقية أخبار الدار إليك. شكرا. ما تزال الشارقة تكشف عن فعالياتها المتنوعة التي تؤصل مبدأ تتويجها عاصمة للثقافة الإسلامية. افتتح سعادة هلال محمد النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء معرض الخط العربي خطاطات من الإمارات، وذلك في مركز كلباء الثقافي ضمن البرنامج الرسمي لفعاليات الدورة السادسة من ملتقى الشارقة للخط الذي تنظمه إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة. حضر الافتتاح كل من جاسم بوصيم مدير الديوان الأميري وهشام مظلوم مدير إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام. عندما يمتزج الحرف مع النقش ويشكل لوحة فنية جميلة في تكوينات مزخرفة وخطوط مختلفة خطت بأنامل إماراتية مبدعة عبرت أبلغ تعبير عن خطوط اجتازت أبعادا فنية عريقة. يصبح للفن عنوان آخر وهو ما جسده معرض خطاطات من الإمارات الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الشارقة للخط. يتضمن المعرض عدد من لوحات الخط العربي بمختلف أنواع الخطوط. نلاحظ أن طبعا في الخط الديواني والخط الديواني الجلي وخط الرقعة. طبعا من خلال هذا المعرض برهن إبداع الفتاة الإماراتية وموقعها في قلب الحركة الفنية وخاصة في مجال الخط العربي. 13 خطاطة من الإمارات أنتجن بأناملهن 21 عملا خطيا بمضامين مختلفة من آيات قرآنية وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة. ولم يتوقف المعرض على عرض اللوحات فحسب، بل رافقته ورش فنية للخط العربي قدمها وأشرف عليها أساتذة في هذا المجال، مما لفت انتباه وأنظار الطالبات. استفدت من المعرض اليوم أن أتعلمت على أنواع الخط العربي الإسلامي، وتعلمت من الورشة كيف أني أتقن الخط العربي، وأشكر إدارة معرض الفنون على هذه المعرض اللي سووه لأنهم يفيدون الناس بهالمعرض. حلو المعرض، استفدت وعرفت شو هي الخطاطات وشو هو يعني الفن العربي وكيف يكتبون الكلمات بالخط العربي. معارض ملتقى الشارقة للخط ترتقي بالذائقة البصرية للمتلقي وتساهم في تسليط الضوء على الخطوط العربية بشتى ضروبها، مما يسهم في التعريف بالخطوط الكلاسيكية الإسلامية من خلال الأعمال الفنية المستخلصة من الكفاءات المواطنة. خطاطات من الإمارات معرض اجتازت لوحاته خطوط الإبداع فأنتج أعمالا فنية اتخذت لها إطارا مميز. لأخبار الدار عائشة الزعابي مدينة كلباء. وصلنا إلى ختام أخبار الدار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة يصدر قانونا بتأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة لتطوير المناطق البرية والبحرية في أبوظبي. هيان بن مبارك يفتتح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الجامعي في جامعة الشارقة. وزارة البيئة تطلق مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز أمن وسلامة الوطن.